احمد انا الاول يا احمد. كهربا لا. ودلوقتي يا جماعه عدنا مع رانكين جديد. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا. جبت البتاع ده. يا ساتر يا رب، ده شكله وحش قوي. ايه ده؟ ميجا ماكس مانيا. ويلا بينا يا ابني. هو كل المصريين لازم يلعبوا زي بعض. هوبا، في لاج في لاج. اوعى يا جدعان، عيب. لاج ايه ده؟ انا الهوست. طب بردوجة طاي. طب يعني ايه ده؟ بصوا انا مش فاهم ماذا يحدث معي. انا بجري اي واحد لابس وازو. يا جدع عامر ماشي. ماشي، خد التفاح. ماشي خلاص. اوه هو هو. ولا 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 ابدا. ارمي بقى بثلاث قنابل بقى، انا مش ناقص. لا هو هو اللي قدامه بيرمي عليه قنابل. طب وانا السرعات دي ايه؟ هاتوا لي صاروخ. صاروخ صاروخ. صندوق ايه؟ ياد استنى. ياد خد ياد. ايوه هو جاله درع كويس كده. طمنت للي قدام. ركز بقى مع اللي جاي يجري ورايا ده، وبرضه مع اللي قدام في الحته دي عشان الحته دي خطره. كويس. يا سلام يا ابني بقى، يا ابني بقى كفايه قنابل بقى. اضربه يا اياد. عبد الله الاول. قشطه. عمور الثاني وانا الثالث. قشطه 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 قشطه. لا استغفر الله العظيم يا رب. ما جابتنيش اصلا. استنى بس انت كمان بتاع الاسرع. انا قدامي فرصه ابقى الاول. كهربا كمان. قشطه. ايه ده؟ كهربتنا على الخريطه بيقطعوا. في لاج غير اللي بي. طب ايه؟ طيب ما انا الهوست عندي كويس، ولا النت باظ، ولا الباقه خلصت، ولا الباقه لسه شاحنها. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ازاي؟ ايوه الحمد لله فلتت منها. هي راحت فين؟ انا قلقان منك يا عبد الله والله. كويس. استغفر الله العظيم يا رب. ازاي السرعه بقى راحت؟ ازاي راحت؟ استنى عامر عامر عامر، ما تاخدش مجهود يا عامر، ما تاخدش مجهود. ضيع سرعتك يا عامر بالله عليك. هيجي لي قنبله وهضربك. انت حر. معلش عامل ايه طيب؟ فقدت سرعتي. بس وصل الثالث الحمد لله. يلا عد عصوقة. يلا بينا. ده ما نسيت اقول لكم، نيترو اوكسيد ادى عصوقة. لا اخدتش صندوقة. ازيك يا عامر؟ عامر عامر انا يعني كنت بهزر معاك في ميجا ميكس. عامر احنا اصحاب واخوات وكل حاجة. ليه تفقد سرعتك يا عم؟ فريق معفن معفن. يا دوش يا دوش يا دوش يا دوش. بردوجة بردوجة.
معلش معلش مش عارف اعمل ورايا، وقال لي وقح بيشتموني يا اسطى بيشتموني. معلش عامر يا عيني خد. معلش الصريخ اللي جالكوا خلفي ده انا اسف. يا سلام انت ده ما بحبهوش دوش. ايش تعمور الضرب هو كمان ايش تو هي بتمشي معايا الحمد لله. لا 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 ماشي رابع وحش بس مش وحش يعني ماشي شغال يعني. يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني. ماشي قيادة درجة العجلة الواحدة ممتع. طيب انا متعادل انا واياد في المركز الاول 13 نقط، الثاني 12، الرابع والخامس والسادس متعادلين في المركز الرابع 11. نعمل ايه دلوقتي؟ يلا بينا بسرعه كده بكده. اوفر من هنا عشان تتضرب او تقع مش مشكله. صاروخ ماشي هو ده كابتن. ايه ده سابت ده وراحت لعبد الله ليه؟ وعبد الله اصلا كان معاه بردوج او يعني كان واقع. بسرعه معلش يا احمد. لا مش هينط ورايا خلاص. اوه يا عموري لا هو التربو ماشي ولا ما مشاش؟ السرعه بقت بطيئه والتربو لسه معايا. ايوه 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 دي السرعه ده وقتها. ده معاه ايه ده؟ طب اشوفك. طيب الحمد لله ما شفتوش. اجري اجري اللعبه بطلت ولا انا اللي مش عارف يعني حاسس انها بطيئه ولا ايه؟ اوعى الزجاجة. يا سلام والله العظيم السرعات دي جاية بص لوز اللوز. بص الصندوق يا نهار ابيض. عامر نظف المكان نبوظه تاني. زجاجتي هتضيعني. خد عموري. لا زجاجة الحمد لله. الحمد لله يا ولد يا ولد يا ولد. يا دورايا ليه؟ ده هو ده اللي انا متعادل معاه. كده متعادل مع عموري، اخلص من اياد اتعادل مع عموري، ماشي. واياد التاني فرق نقطة أصلاً بيننا وبينه.
درب التاور ماب جميل، ماب لذيذ، بس مش عارف اجري في البدايه ولا استنى في البدايه. ايه رايك ادعسوكا في الكلام ده؟ تري ما بداش اصلا؟ لا بدا اهو. ها نعمل ايه؟ بيفكر اهو. يلا بينا كل وداع، يبقى نجري في البدايه. قول وداعا، يعني لو جريت هقول وداعا هضيق. ايه ده؟ ماشي، النت عندها ضعيف. لا ما كده مش هينفع كده، انا مش عارف العب. سلام، سوبر انجن بقى، سوبر انجن. بدل السرعة كان سوبر انجن كنت ارتحت انا، بدل ما اضرب واحد وبعد كده السرعة تروح. اوعى مين اللي في الاول؟ انا ضربت عموري عبد الله، اتضرب كويس. خد الاجنبي ده ولا احمد؟ ده احمد. حلو، امال الاجنبي فين؟ الاجنبي في الاخر؟ مش عارف. شكرا يا عم، قنابلك الكتير قوي دي. في جليتش والله، وقع كده متزاول مش عارف. ايها البوت، عايز احط صندوق جنبهم بس قشطه. حلوه السرعه، حلوه السرعه. عاش يا عموري والله. لا بس يعني انا رامي القنبله قدام حتى مش ورا، يعني ما ضربتكش بيها. وانا طبعا كان قصدي اضربها له، مش قصدي ان انا اسيبه يعني، لان هو انا متعادل معاه في المركز الاول. بس هو رغم كده لبس زجاجه وممكن يجيب التالت بقى مش التاني. لا جاب التاني، برافو برافو. ماشي كده، في تنافس قوي بينه وبين عموري. عاش، يبقى احمد مفيش جلتش الحمد لله. يبقى احمد هو اللي خمج مع نفسه الحمد لله. الغسق، يا ترى هستمر على المركز الاول ام هنالك راي اخر لعموري؟ يلا بينا يا دعسوقة. كل وداعا، يعني اعمل ايه دلوقتي فهمني؟ بس الضرب التاني قلت لي كل وداعا وجبنا مركز اول رغم الضرب في البدايه، بس مركز اول كان حاجه حلوه الصراحه. انا برضو مش هقول كل وداعا بقى، انا هعمل كده. اوعى عموري، نفس معاك.
لا مشحون ده. وانتش سابتك تعمل ايه؟ شفت من حفر حفرة لاخي عموري وقع فيها. شفت انت حفرت حفرة تحط لي زجاجة وانت لبست زجاجة صح اياد؟ لا نسيت التربو يا اياد. انت معاك درع، انت كمان اخضر ملوش لازمه، ما كنتش ضيعت درع بدرع. طيب ايوه انا عارف ان شغل اسرع، انا بحاول اسرع اهو. ازيك يا عامر؟ خلاص يا عامر شكرا يا عامر. لا 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 كده انا في خطر، كده انا في خطر. لا بقى لا بقى السرعه ما تروحش حرام. ماشي لازم لازم هضيعك لازم. انا بعيد اهو يا عبد الله، انا بعيد اهو. يعني انت جاي برضه تضربني يا عم؟ زي الفل، صباحك فل. ايه ده عموري ورايا اول وثاني بيضيعوا. ماشي يا عم ماشي يا عم، راح بعيد وسايبني يا عم. انت عمال النتيجه جات له الاسرع، النتيجه جات له الاسرع. طب هات لي سوبر انجن، شايفني مش عارف. ماشي شايفني مش عارف العب، هات لي سوبر انجن. حلو 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 حلو، خلاص خلاص يعني. هات لي دروع، هات لي دروع ده بيسمع الكلام. ايه يا عم ده؟ هات لي بردوجه نجرب كده نستعب. ماشي جاب لي صواريخ، قال لي انت هنهزر هنهزر هنهزر، مفيش حاجه هنا. ماشي 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 ولا اضع سوق يا لعيب يا جامد يا جامد. انا بيت الرابع ده جليتش ولا ايه اللي حصل؟ جليتش جليتش، ما حدش قدامي ولا حدش ورايا. ماشي يبقى انا الخامس كده. جاب لي دروع وبردوجة، جاب لي اللي انت عايز، انت عايز ايه وانا اجيبه لك. اه انا الخامس. ماشي كوكو الرابعة عشان هيحصل جليتش مراكز دلوقتي للاسف. ماشي عبد الله الرابع. ماشي طيب قلب الادغال ده ماب حرب معتمد على الحظ بشكل كبير جدا. انا الاول 34 ما زلت، ولكن الثلاث مابات اللي جايين ارخم من بعض، او مش ارخم، هو مش معتمدين على اي احتراف ولا حظ بنسبه كبيره جدا، فربنا يستر. يلا بينا. معلش يا عمور. ما انا مش شايف حاجه. 3 4 معلش عبد الله شكرا. لا 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 التفاح فين؟ تفاح تفاح يا عموري. حرام عليكم، مش عايز اجيب مركز اخيره تاني.
ده زي امين لو هيخمج ويضيع الدنيا لازم يضربك برضه. يلا 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 الذكاء ايه ده عامل ايه؟ ايه ده؟ ده طلع مجرم. يا جدع هو ايه مره ومره؟ طب سيب لي التفاح طيب. والله ممتاز يا ابني اللي انت مش سايب لي التفاح وضربتني كده برافو عليك. ماشي يعني بعيد عنك جدا يعني بس برافو عليك. هو التنافس اصلا بين احنا الاثنين فطبيعي ان انت تضربني يعني. اللفه الاخيره جت بسرعه. ايوه يلا بسرعه الحق اي مركز. ايوه 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 مبات معفنة مبات معفنة. طيب بسبب ان انا ضيعت المبين الاخر وجايبين مدرج التفحيط المعفن فالنقاط كالتاتي، ما زلت الاول 36 بس الثاني 33 والثالث ورابع خامس متعادلين 32 فيعني المركز الخامس متعادل فرق بيني وبينه 4 نقط بس. يلا بينا جايبين مدرج التفحيط يعني اعمل ايه طيب؟ يعني لازم ابقى الاول عشان افضل الاول. خلاص يا وحش. ازاي 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 الصاروخ عمل كده؟ يخرب بيتك. عايز العب بقى يا عم الصاروخ انت. يا رياض استغفر الله العظيم يا رب. كهرباء الحمد لله. ايه كده عبد الله؟ الله عليك ضرب عمود. انا زهقت والله من الطريق ده يا جدعان انا مش عارف العب. ايوه عم هات لي سوبر انجن كده بس بالله عليك. الله يسترك الله يسترك بس مش عايز حاجه تاني. يلا سلام. أنا نجحت للأسرع. أنا الأسرع دلوقتي. بس عايز صواريخ أو أي حاجة أضربه بيها. أيوه. أنا بقيت الخامس في لحظة والرابع مش عارف في حاجة غلط. في يا دوش يا دوش. إيه. صاروخ لا فرقع في الارض كده. انا متعادل مع المركز الاول خلاص فاضل اخر طريق بقى يا رب يبقى عدل. طيب اخر ماب المصانع الحراريه برضو معتمد على الحظ بشكل كبير جدا وانا والاول متعادلين المركز الاول انا و
ديلي دونك كده ديلي دونك. والتاني فرق نقطة عبد الله 40 يعني 41 41 40 37 35 يعني ممكن ابقى الخامس اصلا. يلا بينا تقريبا الرانك ده عكس الرانك اللي فات. الرانك اللي فات بدأ بمبات معفنة وكنت جايب مراكز مش افضل حاجة، بعد كده ايه انتهى مراكز. انتهى بمراكز حلوة. المرة دي العكس بقى، ايه بدأ بمبات حلوة بعد كده انتهى بمبات معفنة. انت بتضربني ليه لما انت بتضرب وتخمك كده؟ ده اللي متعادل معايا اصلا. المشكلة لازم اسابقه، لازم ابقى الاول اصلا مش لازم اسابقه. خلاص يلا يلا الله عليك. خدتش تفاح خالص. الله عبد الله لازم اضربه ده التاني. الله ليه كده؟ ليه كده؟ نفسي اخد تفاح. آه. بيت الاول. اه عايز اخد تفاح. احمد انا الاول يا احمد. كهربا لا مشحونة. لو طلعت من هنا هتجيبني. اللي جابتني وزحلقتني وبوظتني خالص. حرام عليك مش الدرع ده كان جه بدري شوية. خلاص يا احمد بقى يخرب بيت القنابل بتاعتك يا اخي. هو ده لو الاول كده بقت هو الاول خلاص. لازم اسابقه اللقطه الاخيره. حرام والله تيجي الكهرباء تبوظ كل حاجه كده. لا 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 في الزجاجه في الزجاجه في الزجاجه والله. طب في القنبله. ايوه طب اخبط في اي حاجه. طيب اخبط في اي حاجه خلينا انا الاول. والله حرام تاخد انت الاول يا عم. مين صاحب الكهرباء؟ ابقى مسيطر على المركز الاول. تيجي مبات معفنه تضيع كل حاجه. حرام والله. رغم اللي جاب الثاني بس هو الاول عشان اتعادلنا بسبب مدرج الزفت والقلب الزفت الادغال مدرج الحمير. تمام يا جدعان تمام يا جدعان. مركز ثاني برضو ومركز الاول فرق بينه وبينه نقطه وانا اصلا المسيطر في كل حاجه بس الحمد لله على كل شيء. الحمد لله يعني حظي وانا عارف وانا الاول كنت الاول وفرقت يعني حظي اعطاني فتح نفسي كده بدا لازم تيجي كهرباء تضيع كل حاجه. لن اقبل. عارف اللي هو اللعبه لن اقبل ان هو يبقى الاول. لن اقبل وخلتني التاني. احنا نفكر نفسها بالاول لكن هيهات هيهات. ماشي يا جدعان كده كنت انتهى. انا زعلان المره دي. شوف يعني الفرق بيني وبين الاول نقطه بس زعلان. يعني احيانا بجيب المركز الرابع والخامس وببقى مبسوط عادي لكن ده زعلان. ففرحني بلايك بقى ولو انت مش مشترك اشترك واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت والسنه اللي جايه ويلا سلام.